السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فكنتمنى أنكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص قضية هشام بوشفعة إقليم تازة. إخواني أخواتي، في آخر التفاصيل والمستجدات قضية الطفل هشام تازة، وبعد ما استعصى على السلطات الأمنية وسرية الدرك الملكي بفك هذا اللغز اللي طال الأمد ديالو إخواني أخواتي لوصلت 20 يوم على هذا الاختفاء بدون تحديد مكان هذا الاختفاء والأشخاص بالضبط اللي هما من الفعل اللي خطفوا هذا الطفل. اكيد هاد اللي شفر هاد الطفل غادي يكون من الدوار ماشي براني، وخاص كامل هاد الدوار يتقلب دار بدار، وهادو اللي خطفوه هما من الدوار 100%، لانه اكيد حسب الاقوال هاد القبيله فهاد المنطقه ما كيدخلهاش الغرباء. فالاخبار اخواني اخواتي اللي توصلنا بها واللي كتاكد ان سرقه هاد الطفل تمت عبر السيارة من أجل التمويه، فالشرطة العلمية اللي استعانت بالقمر الاصطناعي واللي كشفت أن مول فعلة هو بمساعدة شخص آخر اللي هو من هذاك الدوار إخواني أخواتي. أكيد إذا استمر هذا الغياب وما رجعش طفل هشام الأم ديالو المكلومة والأب ديالو، اللي صراحة حنا كنتحملوا المسؤولية كبيرة بسبب هذاك الاهمال ديال الابن ديالو، والنتيجه اخواني اخواتي كما تشوفوا يعني هاد القضيه يعني اصبحت قضيه راي عام وطني، يعني المغاربه كاملين يعني راه قلبهم محروق من جهه هاد الطفل هشام. للاكيد الا كان مازال حي فداك الشيء اللي كنتمناو من الله عز وجل يرجع له لوالديه سالما غالبا، وإلا كان يعني توفى فكنتمناو من الله عز وجل أنه تبان هذيك الجثة يتم الدفن ديالو، أن الروح عزيزة عند الله عز وجل. في الأكيد يعني غتبان غيبان هاد مول فعلة أو هاد الأشخاص المتورطين في هاد الاختطاف. في الأكيد إلا استمر هاد الغياب وما رجعش الطفل الأم ديالو فهاد الخاطف غيواجه جريمة كبيرة وغيتحمل العواقب ديالها لسنين طويلة، لأنه غيكون في هاد السجن والحكم غيكون قاسي لأنه ما جاش واعترف بهاد الجريمة. حتى أننا كنا كنظنوا أن هاد مول فعلة اللي هو يعني صديق هذيك العروسة سابقا. فصراحة إخواني أخواتي حنا كمتابعين لهذ القضية ديال هشام تازة وكنطالبوا من هذا المنبر من هذ الخاطفين أو هذ المولين فعلة سواء الخاطفة أو الخاطف أنهم يرجعوا الطفل لوالديه الأم ديالو والأب ديالو المكلومين في أقرب وقت، لأن قبل ما يتفاقع هذا الوضع وسيطول اعتقالهم في السجن. فالشرطة العلمية راه كتقوم بالواجب ديالها وباستعمال واستعانة بالأقمار الاصطناعية، أكيد أن هادو اللي قاموا بهذه الفعلة فهم من المنطقة، ماشي شي واحد براني، هم من المنطقة 100% كما ذكرت، وأكيد عما قريب غيتم القبض عليهم وغتكون واحد الشوهة غيتفضحوا أمام الملأ. صراحة هاد الشيء كيحس في نفوسنا وما بغيناش هذا الاختطاف اللي مازال كنشوفوه في بلاد المغرب الحبيب. حتى واحد المعلومه اللي توصلت بها يعني مصادر المقربه للناس ديال العائله ديال هشام، الام والاب ديالهم اللي كانوا حضروا في واحد العرس في واد امنيل قبل هذا العرس باربعه ايام، وبما ان هاد الخاطفه او الخاطف هاد المولين فعلا اللي قاموا بهاد الفعله ديالهم للاسف كانوا على العلم انهم غادي يحضروا لهذا العرس، العرس اللي تقام بمنطقة بوشفعة، ربما غيكونوا مراقبين هاد الولد من بعيد. كيفاش شفتوا الصورة ديال الدري باقي صغير عام ونص، يعني عام ونص الدري زوين زعير ديال كما على حسب التفكير ديال هاد الناس اللي خطفوه يقولوا انه هذه هي الفترة المناسبة اللي غيربيو فيها هاد الولد. فالأكيد فعلى حسب التحليل ديالي فكاع الضيوف والاطفال اللي دخلوا لهذا الدار ديال هذا الحفل يلقى الطفل بوحدو وتخطف من حدا الدار،
يعني صراحة خطة جهنمية قاموا بها، فلازم يشوفوا ديك السيارات كاملة اللي دخلوا وخرجوا من المنطقة. فالأكيد أن الشرطة العلمية راه قايمة بالواجب ديالها، يعني التكنولوجيا راه كاينة في بلادنا صراحة، وفي القريب العاجل غيتم القبض على هذا الشخص اللي غيكون تكون فضيحة، أكبر فضيحة لهؤلاء اللي قاموا بهذه الفعلة. شنو غيقول قدام الله سبحانه وتعالى قبل من الناس اللي غيبقاو غوتوا عليهم، يعني بعد ما غيقوم ديك إعادة الجريمة؟ حنا ما بغيناش تكون شي يكون شي تصفية ديال هاد الطفل، بغينا يكون مازال حي. هادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل، ويرجع للوالدية غانما سالما بإذن الله. فهاد القضية إخواني أخواتي ديال هاد كمشنا شحال هادي ديال ريان، عندها واحد الترابط بين قضية ريان حتى لهاد اللحظة اللي ما عندهاش تفسير، سوى أن الطفل اللي سقط في البئر واللي مازال ما شافوش الأسباب الرئيسية ديال السقوط ديالو لحد الآن، يعني هناك ترابط. أول شيء في هاد القضية فيها مجموعتين، المجموعة الأولى هي أن ديك المجموعة ديال الطاكسي مول الطاكسي والأسرة اللي كتأكد أن الطفل كان موجود معهم، والمجموعة الثانية أصحاب العرس والمعازم اللي نفاو أنهم عندهم شي علاقة مع هاد الأسرة. فلازم إخواني أخواتي أنهم يبحثوا أولا عن الكرتونات. فإحنا راه توصلنا بعض الأخبار اللي كتقول أنهم بحثوا في كرتونات مفقودة، بحثوا كذلك في ديك الخزانة ديك الغتاق، ربما أنهم لووه فيه، يعني كامل قلبوا في هذيك الأماكن ولكن بدون جدوى. فالسيد أو الطفل يعني راه تم اختطافه بطريقة ذكية، أنهم دخلوا للسيارة حتى شافوا أن الدنيا خوات. تعني المنطقة صراحة راه ما كاينش شي كاميرا تما، ما كاين حتى شي حاجة، شي وسيلة اللي غتثبت أنه فعلا يعني تخطف يعني في وسط الدار، يعني حتى شي واحد ما شافه إلا الشكوك اللي كانت كتحوم على خو العريس اللي كان داخل السيارة، يعني مدة طويلة بعد ما شافوا مول الطاكسي قالوا أن هذاك السيد مدخل الطاكسي ما خرج واحد مدة طويلة، عاد خرج من شافوا الناس كيقلبوا، عاد دار راسو كيقلبوا. حتى التصريحات ديالو الأخيرة اللي تارت مجموعة من الشبهات، فمازال تحقيق مع هذا السيد في هذه القضية. فصراحة هذه القضية فيها مشتبهين إخواني أخواتي. فالأكيد أن الحقيقة عند خو العريس، لأنه حسب المعلومات الواردة من المنطقة أن هناك عداوة وانتقام عائلة العريس، يعني من عائلة أم هشام المختفي، وهادشي اللي جاء على حسب تصريح ديال الناس المنطقة، وعارفين أنه هادشي كامل واقع من بعد ما تم اختفاء ديال هاد